مش عارف مين يلي اختارك، مريم او رب الاكوان. يوسف شو كبيري اسرارك، غامرها وفيها غرقان. من زمان كتير واكتر من لم خط الانسان. الله استبدل حواء بمريم وبي الابن يوسف كان. الله معكن. شهر أدار خصصته أمنا الكنيسة تتحتفل وتذكر الناس بظل الآب القديس يوسف. يوسف قديس عظيم إخوتي، بقي في الظل مخبى حتى القرن الخامس عشر. إذا كانت أمومة مريم أعلنت سنة 413، حفظوا التاريخ، الحبل بلا دنس أعلن سنة 1854. كمان انتقال مريم بالنفس والجسد أعلن سنة 1950، والأكيد أنه مسار الالتزام اليوسفي كان أبطأ. البابا بنديكتوس الخامس عشر عمم على الكنيسة جمعاء عبر يمكن تعليمه فكرة العائلة المقدسة. هذه كانت سنة 1921 ميلادياً. بيوس الحادي عشر برسالته اللي كتبها الفادي الإلهي نقرأ فيها عن لقب أطلقوا على القديس يوسف وعطى لقب شفيع صراع الكنيسة ضد الشيوعية الملحدة، لأنه القديس يوسف كان عامل اختبر الفقر وهو رب عائلة. البابا بيدوز بيوس الثاني عشر قدم القديس يوسف على أنه هو مثال وشفيع للكل، عمال، عرسان، مجاهدين بحق الرسالة خاصة، والطلاب وحتى الأطفال. وهو ذاته البابا اللي أعلن سنة 1955 واحد أيار النهار العالمي لعيد العمال، وصار معه هيدا اليوم عيد سنوي ليوسف العامل. البابا يوحنا 23 جان 23 أعلنوا شفيع الدبلوماسيين بالعالم، لأنه اعتبر أنه كل دبلوماسي لازم يكون مثل القديس يوسف اللي قدم المسيح للعالم وما خفي عن العالم وضوى على سكوت يوسف، صمت يوسف. وأصلا بحب أنكم تعرفوا أنه يوسف كان يوزن كلمته، مشان هيك كلامه يمكن معدوم بالإنجيل. يكفي أنه القديس يوسف قال كلمة واحدة بالإنجيل: ماذا تريد أن تسمي الصبي؟ وسماه يسوع. بال 19 أدار سنة 1961 البابا زيته يوحنا 23 جان 23 أعلن القديس يوسف شفيع المجمع الفاتيكاني الثاني، وهو ما كمل، واللي كمل المجمع الفاتيكاني الثاني هو البابا بولس السادس. والبابا بولس السادس بقول عن رسالة القديس يوسف هي رسالة رعاية ووقاية وحماية. البابا يوحنا بولس الثاني ب 15 آب سنة 1989 نشر إرشاد رسولي رائع بعنوان حارس الفادي، أعلن وقتها ليوسف القديس شفيع الكنيسة جمعاء. وأنا شو بحب سمي القديس يوسف؟ ظل الأب، بحر الأبوة الإلهية. يوسف بي بالتبني، بي معيل، بي شرعي، بي روحي ليسوع، شفيع الخطاب، شفيع العرسان والأزواج، شفيع البيات، شفيع كل المسؤولين، جميع الدعوات الكهنوتية أو الإكليريكية. هو شفيع كل الكهنة، لأنه الشماس الأول للكاهن الأول يسوع، شفيع كل النفوس المكرسة للحب، للبتولية، للعفة. القديس يوسف هو شفيع الفقراء، شفيع العمال، شفيع العاطلين عن العمل، شفيع المرضى والمحتضرين. ما تنسوا هو كمان أعلنته الكنيسة شفيع المنكوبين، بيعلمهم يوسف التسلح بالإيمان، لأنه رضي الفقر والعيش بالظلمة. كمان هو شفيع الأغنياء والنبلاء، لأنه يوسف ما تنسوا أنه كان من سلالة ملوكية، هو من بيت داود الملك. وكل النفوس المتأملة اللي بتحب تتأمل كمان شفيع
قديس يوسف. ليش؟ لأنه هو كان قدامه بين إيديه في رب الأكوان وكان عم بيتأمل فيه كل الوقت. اليوم بنقدر نعلنه كمان للقديس يوسف شفيع كل المعنفين والمعنفات، خاصة لأنه مريم كان رح تكون معنفة وهي احتضنها وأكيد أخذها إلى بيته. القديس يوسف بتقول عنه القراءات والكتب أشرف قديس، هو شفيع الرهبان، شفيع الكهنة البتولين، شفيع اللي عم بيندروا العفة كامل الفضائل منتلي نعمة، مثل ما العذراء كانت ممتلئة نعمة، القديس يوسف منتلي من نعمة الله، شاهد لسر الفداء، شفيع كل البيات، كل المربين، كل اليتامى، هو شفيع العيلة مثل ما قلنا، شفيع العمال مثل ما قلنا، شفيع الميت الصالحة، شفيع المسافرين، المهجرين، هو كمان تهجر، ما تنسوا، هو صديق الله. مين يوسف؟ هو مثل ما بقول الإنجيل عنه ابن يعقوب بن متان من نسل داود الملك وإبراهيم أب المؤمنين. تتفاجأوا شيء إذا عرفتوا أنه كتير كتير مستشفيات ورهبانيات أخذت القديس يوسف شفيع لإلها، جامعات مثل جامعة القديس يوسف، مستشفيات مثل مستشفى القديس يوسف، جمعيات، كنايس، وبالعماد كتار حملوا اسمه بالمعمودية. تابعوني بحلقة تانية عن القديس يوسف تنحكي أنا وياكم شوي عن يمكن شيء تاني حبيت أتخيله، حبيت شوفه، من كتب ولا مطرح، بس أنا شفته بعين المؤمن المتأمل. الله معكم. مش عارف مين يلي اختارك، مريم أو رب الأكوان، يوسف شو كبير أسرارك غمرها وفيها غرقان، من زمان كتير وأكتر من لمن